تأتي حملة دراية في وقت تزداد فيه الجرائم والظواهر السلبية المختلفة، وهي حملة وطنية هادفة تركز على تقديم جرعة وقائية وتوعوية للمجتمع من الجريمة وأثارها، وتهتم بنشر الوعي والثقافة القانونية في مجتمعنا بأسلوب مخاطبة فاعل وبأدوات عمل إبداعية. لابد أن يكون لنا دور كحماية هذا الجيل من يكون ضحية للجهل القانوني، لذلك جاءت حملة دراية. فكرنا بهذه الحملة مع مجموعة من الشباب والمحامين، ولقينا لابد أن تكون لنا بصمة بالتعاون مع جمعية المحامين وبالتعاون مع مؤسسات الدولة متمثلة في مكافحة المخدرات ومتمثلة في الأمانة العامة للأوقاف وكذلك متمثلة في وزارة الشباب. الحملة التي تعد الأكبر من نوعها بالتعاون مع مؤسسات الدولة تسعى للحد من العنف والمخدرات ومختلف الجرائم وفق أساليب وبرامج فاعلة تستقطب الشباب الذين يشكلون النسبة الكبرى في مجتمعنا. حملة دراية هي حملة تهدف للحد من الجريمة من خلال الوصول للفئة المستهدفة عندنا اللي هي فئة الشباب بدءا من عمر 19 إلى عمر 30 تقريبا. عندنا 3 جرائم نناقشهم في هذه الحملة اللي هما الإدمان، العنف والجرائم الإلكترونية. القائمون على حملة دراية يؤكدون أن الحد من نسب الجريمة والظواهر السلبية كالعنف الأسري وجرائم الطفولة والجرائم الإلكترونية ومختلف الجرائم الأخرى بات أمرا ضروريا. احنا اليوم باليوم الأخير من الانطلاقة وليس اليوم الأخير للحملة، انطلاقتنا بدت وهذا اليوم الثالث، وبرنامجنا إن شاء الله راح يتم مستمر مستهدفين شرائح كثيرة. اليوم أهم النتائج اللي احنا التمسناها في مجمع الأفنيوز أن الأطفال شاركوا في البوث، الأطفال صار عندهم وعي قانوني، وهذه النتيجة اللي احنا كنا نرجيها من وراء هذه الحملة. الحملة تأتي ضمن أهداف جمعية المحامين ودورها في نشر الوعي المجتمعي للحد من الجرائم من خلال إقامة المعارض والأجنحة في الأماكن العامة.